امرأة أصابها الحيض ولم تطف طواف الإفاضة ويشق عليها البقاء في مكة، هل ترجع إلى بلدها وهو خارج المواقيت؟ فإذا طهرت رجعت إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة. نعم، إذا كانت المرأة حائضا ولا يمكنها أن تنتظر الطهر في مكة فلا حرج عليها أن تخرج إلى بلدها، فإذا طهرت عادت، لكنها في هذه الحال لا يقربها زوجها إذا كانت لا تزوج، لأنها لم تحل التحلل الثاني. أما إذا كان لا يشق عليها الانتظار فالأفضل أن تنتظر، ولا فرق بين أن يكون بلدها خارج المواقيت أو دون المواقيت. وهل يلزمها الإحرام إذا كانت خارج المواقيت البلد؟ يعني إذا رجعت؟ إذا رجعت فالأفضل أن تحلم بعمرة فتطوف وتسعى وتقصر ثم تطوف طواف الإفاضة.